الله بيحبنا وبيدور علينا وعايز يساعدنا ويبعد عننا متاعب كتيرة خالص، حتى وإن كنا إحنا عملناش حاجة، ولكن هو من حبه، طبيعة ربنا الحب، زي ما الشمس بتطلع وتنور لكل الناس، ربنا حبه مقدم لكل إنسان عايز يساعد كل واحد عشان يعيش حياة سعيدة ويحفظه وينجيه من أي متاعب. قصتنا بتظهر قد إيه حب الله المعطى لكل إنسان. قصتنا دي حصلت في اسكندرية. كان أبونا بشوي كامل قاعد في يوم من الأيام، وبعدين بص لقى هو كان عنده معمودية، خلص المعمودية، وبعدين بعديها بص لقى في واحدة ست ومعاها واحدة ست أكبر منها، وجم وخبطوا دخلوا وقالوا أبونا ممكن إن احنا نتكلم معاك دقايق؟ أبونا حس إن هم غرب عن الكنيسة، يعني طريقتهم وكلامهم يبين هم مش واخدين على الكنيسة، لكن هو رحب بيهم أهلا وسهلا وقعدوا معاه. اتكلمت الست الصغيرة وقالت له أنا فلانة الفلانية ودي أمي، وعرف إن هي مش مسيحية. قالت له أنا جايالك لأنه في حاجة غريبة بتحصل معايا، فقلت لازم أسأل حد، يعني رجل دين يقول لي إيه. قال لها مالك يا بنتي؟ قالت له أنا إنسانة مسلمة عايشة في مخافة الله، بحب ربنا ومرتبطة بالدين كويس، وأنا بحب كل الناس، وأنا في المدرسة اللي أنا كنت فيها سمعت عن القديسة تريزا وإزاي هي كانت بتحب ربنا وإزاي هي كانت مرتبطة بيه، الحقيقة عجبتني وقلت إنه في ناس كويسين في كل دين. وأنا كبرت واتقدم لي واحد شاب متدين ومرتبط بربنا ويقرأ القرآن ومرتبط بالفروض وكويس قوي، فأنا حقيقة اتبسطت بيه. وتمت الخطوبة، وقبل ما نتجوز بيومين ثلاثة حلمت حلم. عارف حلمت بإيه؟ قال لها قول يا بنتي خير. قالت له حلمت بالقديسة تريزا جايالي ومعاها بوكيه ورد، وقالت لي اتفضلي مبروك. أنا بسطت قوي إن هي حاجة حلوة جايالي كده، وأنا اطمنت، حسيت إن ربنا بيشجعني. الواحد بيبقى قلقان وخايف وداخل على الحياة الجديدة بعد الجواز، فأنا اطمنت. وبعدين بعد الجواز عشت أنا وجوزي كويسين قوي، بنحب بعض، هو راجل فعلا كويس وأنا عشت معاه حياة كويسة. ولكن حصل حاجة غريبة. قال لها خير؟ قالت له حلمت في يوم حلم غريب قوي. قال لها ايه؟ حلمت ان في واحد راجل شكله مش كويس و بيجري وراي، انا خفت منه، جريت قعد يجري وراي لغايه ما بعت وصحيت من النوم، بس كنت مرعوبة خايفة، ايه ده؟ مين بيجري وراي ده؟ كنت مشدودة. انا لما صحيت حكيت الحلم ده لجوزي، قال لي طمني ما تخشيش في بالك، انت كويسة وعايشة مع ربنا وما يهمكيش ان في حاجة تقلقك كده في الليل، مش مهم. بس بعد شوية اتكرر الحلم ده تاني،
برضه ظهر الراجل ده انا عارفاه شكله وحش قوي، وقام يهجم عليا فانا جريت وقعدت اجري اجري وهو يجري ورايا. هو ده الحلم، وفي الاخر انتهى الحلم وانا بجري. انا اتضايقت، قلت ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ وتكررت الاحلام كل مده، كل كم اسبوع يحصل لي كده، كل شهرين ثلاثه يحصل لي كلام ده، احلم الحلم ده، حلم مزعج جدا. كنت بصحى حتى ان كان في كابوس عليا وانا تعبان قوي. ليه بيحصل كده؟ وبعدين بعد مده طويله حصل حاجه معايا امبارح. لا خير، قلت له انا امبارح وانا نايمه جالي نفس الحلم، نفس الحلم هو، ولقيت ان الراجل ده ظهر وانا خفت وجيت اجري، قعد يجري ورايا، قعدت اجري 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 اجري. بس عارف النهارده او الليله دي لقيت نفسي اتشنكلت وقعت، والراجل ده جه هجم عليا ونام فوقيا. انا حسيت انه عايز يعني قلت له حتى انه عايز يعني يعمل فيها حاجه وحشه يغتصبني، وانا مش عايزه، انا ست كويسه وعايشه كويس ما احبش كده. وبعدين انا مش عارف اعمل ايه، صرخت قلت يا رب نجيني يا رب خلصني. اول ما عملت كده عارف حصل ايه؟ لا حصل ايه، لقيت واحد راكب حصان وجري جري، لقيت انا سامع رجلين الحصان، ولقيت واحد راكب الحصان ده وصل وراح مصرخ فيه، قال له قوم ما قامش، قال له بقول لك قوم بسرعه ما قامش، راح ماسك كان في ايده حربه راح ضارب الراجل ده بالحربه، لقيته اختفى. الراجل اختفى مش عارف ازاي، ولقيت الحربه دي دخلت في صدري وطلعت من ناحيه تانيه. وبعدين صحيت من النوم، صحيت من النوم لقيت جوزي يقول لي مالك مالك في حاجه مالك، قلت له ايه 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 مش عارفه، يظهر ان انا قلت حاجات وانا نايمه مش حاسه بيها، بس انا كنت مشدوده. قال لي مالك، قلت له مش عارفه ايه ده، انت سمعتني انا قلت حاجه؟ قال لا مش ده المهم، بس قولي لي مالك. حكيت له الحلم وقلت له حصل كذا وكذا وكذا. قال لي طب خلاص كويس، يبقى ربنا نجاكي من الكابوس ده والراجل الوحش اللي بيطاردك ده، خلاص اطمني. قال لي كلام حلو، جوزي طمني والحمد لله. بس انا مستغربه برضه، ايه الراجل ده وايه التاني الراجل ابو حصان ده وحربه وضربه، وبعدين حتى وهو بيضربه لقيت الحربه دخلت جواي. انا كنت مستعجبه. وبعدين عايز اقول لك حاجه، قال لها قولي، قلت له انا دخلت بعد كده الحمام وقلعت هدومي، لقيت ان هدومي فيها دم، لقيت هدومي فيها دم من قدام من عند صدري ومن ورا كمان. الا ده مكان الحربة. فاستعجبت زيادة، قلت لجوزي ايه اللي بيحصل ده؟ قال لا معلش، ما دام ربنا خلاص خلصك من الكابوس والراجل الوحش ده خلاص. فانا الحقيقة قلت عايز اروح اي كنيسة يمكن حد يقول لي، انا رحت المشايخ كتير، بس انا قلت بقى المره دي اسال برضه في كنيسه واحده يعني جارتنا مسيحيه، قالت لنا ممكن تروح. فانا جيت هنا مش عارف ديك تفسير لاي حاجه من دي. قال لها طب تعالي معايا، قلت له حاضر. وخد الست دي وامها وداهم عند صورة ماري جرجس، وأول ما بصت قالت أيوه هو ده هو ده
هو ده اللي كان راكب الحصان، هو ده اللي كان ماسك الحربة وضربه، ولقيته ساعتها اختفى وراح، وأنا لقيت نفسي بعد كده مستريحة. فأبو نبشو يكلمها قال لها نشكر ربنا، ربنا بيحبك، ربنا حافظ عليكي، ولما أنت طلبتيه قلت يا رب نجيني يا رب خلصني سمع صوتك. ربنا بيحب ولاده، بيحب أي حد بيناديه، وعشان كده بسرعة بعتلك مرجرجس أنقذك من الكابوس المزعج ده هو وريحك. اطمني اطمني ربنا معاكي وبيحبك. ست استريحت جدا وشكرت ربنا ومشيت مبسوطة وفرحانة، حست ان ربنا موجود، ربنا موجود وبيعمل وبيبعت قديسينه يعملوا حاجات حلوة كتير لولاده، لكل انسان موجود في ضيقة او تعبان من اي حاجة.